شيكابالا بتتكلم على لعيب من جيناته مني ومننا، ده من جينات ولاد نادي الزمالك. لما بنقده بنقد حب، ما انا بنقد ابني ولسه متخانق معاه دلوقتي حب، ولما بنقد ولادي بنقدهم حب، ولما بنقد زي شيكابالا حب. شيكابالا اعظم لاعب جه في الفتره الحديثه لنادي الزمالك، مهارات وقدرات وحب وانتماء، انا بحبه. قسوتي حب، رغبتي ان هو يبقى احسن حاجه، صعبان عليا انه مش في منتخب مصر وبضغط عليه بكل الطرق. حب، بستمتع بقف اسقف حتى في اي حته لما يجيب جون او يعمل جون حلو. ايه اللي ناقصك؟ شيكابالا برضو مشكله لعيبه نادي الزمالك كلها التركيز. شيكابالا التركيز خرجه بره الموضوع، لكن شيكابالا لما بيلعب 10 دقائق بس في اي ماتش بمزاج هو الاعظم اللي في الملعب، تلاقيه نجم ال 22 لعيب اللي موجودين على ارض الملعب. بتمنى لشيكابالا ان هو يتوج ببطوله، وبتمنى له ان ينجح. شيكابالا في نظري احسن لعيب جه في اخر 5 6 سنين في مصر، لكن درجات تركيزه محدوده جدا، وده سر من اسرار ان هو لم يصل لحقيقه امكانياته. امكانياته اعلى من كده بكتير.